ماهر وكابتن شريف عبد الفضيل، تحياتي. مساء الخير يا حماده. تحياتي ليك يا كابتن. الله يخليك يا كابتن. الله يخليك. ماتشوكو امام الاتحاد السكندري، لقاء صعب والاتحاد بيبحث عن البقاء. والله اكيد انت عارف كل المباريات دلوقتي بقت صعبه، سواء للي عايز يحسن موقفه في الجدول وللفرق برضو اللي هي بتهرب من الهبوط، وحتى في المربع الذهبي زي ما نقول كل واحد عايز ينهي في مركز يقدر ان هو من السنه الجايه يبقى موجود، سواء الزمالك عايز ينهي في المركز الثاني عشان دوري الابطال، وبرضو نفس القصه المصري او الاسماعيلي. فانت كل المراكز حتى اللي في الوسط دلوقتي، يعني احنا مثلا عندنا مباراه بكره مع الاتحاد، احنا في المركز الثامن مقرر مع المقاولين، بتحاول ان انت تنهي بشكل كويس. الاتحاد عايز ياخد الثلاث نقط لان هو عنده الدوافع اكتر ان هو عايز يهرب من منطقه الهجوم زي ما بتقول. نتائجه كويسه مع الكابتن محمد عمر والجهاز الفني المحترم الموجود، دعمه كويس في فتره انتقالات يناير، ومش ان هم عشان خسروا من دجله يبقى نقول ان هم عندهم دروب، لا هو طبيعي ان انا مش هكسب على طول، لكن هم عندهم دوافع بكره اكيد، واحنا عم كسبنا على حاجه زي كده. طب انتوا عندكم نواقص او لعيبه مش هتشارك بكره يا كابتن ولا الفرقه كامله؟ عندنا حسام حسن المساك انذار ثالث هو اللي مش موجود، لكن بقيه اللعيبه رجع لنا طه عادل موجود برضه في مركز المساك، بقيه اللعيبه كلها موجودين ان شاء الله، ما عندناش اي نواقص ثانيه. طيب انا عايز اسال لك كابتن حماده، الهدف بتروجيت، هل الدخول اكثر الى المركز الخامس او البعد اكثر في جدول الدوري؟ والله بص حضرتك، احنا بالنسبه لنا لما جينا مسكنا الفريق بعد الدور الاولاني كان باقي مباراه واحده مع الانتاج الحربي، كان في الكابتن محمد يوسف جهاز فني محترم جدا، نعم. عمل شغل كويس جدا مع فريق بتروجيت، بس ما كانش موفق، يعني التوفيق ما كانش موفق في بعض المباريات، لكن لما جينا احنا ربنا كرمنا في اول مباراه كانت قدام الانتاج الحربي، ابتدت الفرقه في نتائج ايجابيه، حققنا بقينا في المركز الثامن. اكيد انت لو انت ما عندكش الطموح او ان انت تبقى في مركز متقدم يبقى اكيد مش اللعيبه بتاعتك هتبقى نفس القصه. نعم. فانت طبعا الجهاز الفني اللي موجود كلنا الحمد لله، يعني سواء انا والكابتن طارق او كابتن مدحت او كابتن احمد عبد الفتاح كلهم ولاد، يعني سواء نادي الزمالك او النادي الاهلي، اكيد انت على طول بتلعب على بطولات، فاكيد عندك ثقافه المكسب على طول، عندك روح المكسب على طول، ان انت عايز تبقى في مركز متقدم، وده اللي انت بتحاول تنقله للعيبه بتاعتك، ان مش ان انت بقيت المركز الثامن يبقى انت خلاص قعدت الدوري هو دي اقصى طموحاتك، لا اكيد بتحاول، وخصوصا زي ما انت شايف يا محمد ان النقط كلها بتاعت الفرق اللي فوقيك لحد المركز الخامس كلها فرق نقطتين وثلاثه، نعم. يعني انت تكسب مباراه تلاقي نفسك بقيت الخامس او السادس، نعم. هو وحتى في صراع الهبوط الفرق نقطتين وثلاثه في القصه، ولو خسرت مباراه ولا اثنين هتلاقي نفسك بقيت 11 ولا 12، نعم. لان اللي انت هتلاعبهم هم اللي تحتيك، يعني انت النهارده مثلا بتلعب الاتحاد تحتيك، مثلا هتلاقي مثلا مبارياتك اللي جايه الاسيوط المقاولين كلها فرق كلها حواليك، لو هي كسبتك تركب فوت تلاقي نفسك انت بقيت ال 12 ال 11، نعم. يبقى انت اكنك ما عملتش حاجه غير ان انت قعدت في الدوري، نعم. فكل الحاجات دي وكل الكلام بتاع الجهاز الفني مع اللعيبه ان انت برضو بتحسهم ان مش خلاص انت نهايه المطاف ان انت تقعد في الدوري، لا طبعا، فمش دي طموحاتنا، اكيد عايز تنهي بشكل كويس وعايز تنهي في مركز كويس. كابتن حماده انور مدير الكره بفريق بتروجيت، بشكرك شكرا جزيلا، كلام مهم عن طموحات فريق بتروجيت في الدوري هذا الموسم. نروح ل